قعدت في مرة عملت مقارنة بين أبونا إبراهيم وبين لوط. وزي ما قلنا من البداية إن اللي يفرق ما بين إنسان وإنسان أنا عايش ليه؟ أنا عندي دعوة ولا ما عنديش دعوة؟ وعندي رسالة وعندي هدف. لما نقرأ تكوين 18 و19 القصة تبدأ من تكوين 12. الرب بيقول لأبونا أبرام: أخرج من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. خرج مع لوط، صعد إلى مصر، صعد مع لوط، نزل معاه. الكتاب يفرق فرق كبير جدا. يقول أبرام السائر مع الله، لكن يقول عن لوط السائر مع أبرام. ودي أنا بقولها لكل مشاهد بيشوفني دلوقتي، أدي الفرق الكبير. إن أنا صاح الصبح: يا رب أنا عايز أتبعك أنت، يا رب أنا عايز اللي أنت عايزني أعمله النهاردة. المهم لما نتطرق الأمر نيجي بعد كده تكوين 14-13، حصل أني مشادة بين رعاة مواشي أبرام ورعاة مواشي لوط. وبعدين أبونا أبرام، شوف بقى كل يوم أبرام يكبر في الإيمان. التاني محلك سر، يقول له لا تكن يعني خناقة بين رعاتي ورعاتك، اختار الأرض، مشاجرة بين رعاتي ورعاتك، اختار الأرض اللي تعجبك. بص لوط الحتة دي عجبته: ساقي كأرض مصر كجنة الرب. عجباه. إيه اللي بيحركه هنا؟ إيه اللي بيحركه؟ وده اللي بقول لكل مشاهد، إن ده مش واضح اللي بتحرك إيه الأمور المادية المحسوس الملموس المنظور.